بسم الله بدأت بسم أنا، الله. يعني حاب تشوف صورتي معاكم، هذه صورتي. شرف. بسم الله، صرنا هلا ثلاثة هلا. بس ما شاء الله. شريف أخذ الواجب. واخذ طيب حقه كله. كل واحد واخذ حقه. الواجب الواجب أظن أكبرنا دقنا. هو أظن التليجرام يشوف أكبرنا دقنا يطلعوا فوق. أيوة الأمثل، أنا المتين. إحنا كنا في اجتماع صحيح؟ نعم نعم لمدة أكثر من ساعة ونص، وتكلمنا باختصار على ثلاثة مواضيع هتكون رئيسية في مجلة جاجل اللي ستصدر بين العيدين، ويمكن إن شاء الله تصدر 15 القعدة، 250 عدد بإذن الله ورقي. أما غير الورقي، إذا انتهى الورقي نضطر نطبع غير ورقي. يعني أول شيء الورقي يباع. فقلنا عندنا ثلاثة مجالات. مجال حيكون بالعربي، رئيس التحرير الأستاذ وائل بحكم خبرته وممارسته في الغذاء اللي هو قبح من جاك، ممكن نقول جمح هاند بول اللي هو جرين. الجرين يعبر عنه القمح، يعبر عن الجرين صح؟ نعم. فالقمح هذا تقريبا ليس التحرير بنفسه، إما حوارات إما كذا، عشان نحن نبغى نكتب مو نظري، يعني ما نبغى نجيب معلومات ونحطها. نقدر نجيب معلومات ونحطها بس مختصرة، لكن نبغى نكتب فعليا. مثال، هل يا ترى نفس المساحة كانت تنتج أكثر لما كانت بالبقر؟ سؤال ممكن نسأله للكبار. نعم. اللي عهدوا هذا. هل الجودة القمح كان أكثر لما كان بالبقر؟ هل في يوم من الأيام نفس الأرض هذه أنتجت بدون سماد كيماوي؟ أسئلة. نعم. هل تاريخ هذا الإنتاج أو الأرض دي 100 سنة أو 200 سنة؟ يعني؟ نبغى حقائق وأشياء نفيد فيها الناس. برضك لما كنت صغير أنت إيش كانت مشاهداتك؟ كنت تشوف البقر مثلا أو أمك أو الوالدة أو كذا؟ لسه صح؟ موجودة الوالدة. نعم. عاصرت حكاية البقر تحرس، وعاصرت زي كده. بالنسبة للشعير أو الرز وكذا نشوف إضافات تانية. بالنسبة للشعير ممكن يسعفنا فيها معلومات من قرايبه في الصعيد، المهندس شريف صحيح؟ خوالة وكذا. إذا كان بيزرع شعير ناخذ نفس الحوار نعطي للشعير. طبعا نحن قلنا القمح مهم في الغذاء وخاصة المكرونة، لأن المكرونة تشبه تجفيف اللحم. يعني اللحم انت لما تجففه يجلس سنة سنتين، المكرونة نفس الشيء. فلما يتحول على طول القمح لمكرونة أفضل من يتحول لدقيق وكذا. طيب انتهى من دي النقطة. انت عندك هذه النقطة. طبعا أنا إن شاء الله إذا جيت بعد أسبوع أو أسبوعين طبعا نبدأ نحرر. يعني علينا بكرة كده أسمع منك أنت بدأت كده تتكلم مع الوالدة، تجيب يعني معلومات زي الأسئلة هذه اللي قلتها حسجلها وحترك الخير. طيب نعم. نجي قلنا مثلا بقي هنا غلقنا الغذاء، بقي الماء والهواء. طبعا الماء والهواء أنا حكون أنا المسؤول عنه، لكن مع المهندس شريف أساس حكاية خبرته في العربيات أو السيارات. طبعا ما في سيارة تدور بدون ماء صح؟ نعم. فعندنا قدرة، والهواء نفس الشيء، المكيفات في السيارات. طبعا بالنسبة لنا نحن الماء الجديد اللي حيكون في استثمارات اللي هو يعتبر ماء بأثير،
ويعتبر ماء بدون إضافات كيميائية، ويعتبر ماء الأكسجين فيه 20 ضعف الماء الموجود حاليا. الأكسجين 20 ضعف مو 20%. الأكسجين النشط، طبعا هذه معلومات أكيد. الآن هذا الماء في مصنع في ماليزيا يبيع منه في الصيدليات اللتر بثمانية ريال، بستعشر ريال، يعني هو نصف لتر بثمانية ريال. طبعا دائما لما ينباع في هذا معناته من المصنع خرج بالنص، يعني بثمانية ريال يعني بدولارين، بس هذه المعلومية. وللأسف يعني احنا البلاستيك هذه كمان موضوع، ممكن برضو المهندس شريف يتولى موضوع البلاستيك في الكساء. إذن المهندس شريف حيغطي لنا البلاستيك في الكساء، والكساء ترى ليس بس اللباس الحر، يعني حتى كساء البيت الكنب كساء، صح؟ نعم. الأثاث لما تكسيه أنت بالقماش تبقى كساء. العربية لما تغطيها جوا من الداخل هذا كساء. كساء. ولا كيف؟ نعم. لأن الإنسان ما يستريح إنه يجلس على الخشب مباشرة. هيجلس على القطن، يجلس على القطن بدون كساء. ممكنش يا باشا. يعني يغوص في القطن. طيب. لازم كساء. أبغى منكم مشاركة في العشر دقائق، كم راح منها؟ هيعطونا يعني مثلا وجهات نظر، ما في اشياء ما تكلمت عنها قولوها انتم، تكلمت انا عن غير هذه الاشياء، انا تكلمت الحين مقدمه بسيطه، في اشياء ثانيه تكلمت عنها، لانه اربع اشياء تكلمت، المجله انا غطيتها الحين، ايش تكلمني عن ايش كمان؟ مشروع الملاذ الامن للاجداد بالضبط. طبعا هذا فيه تفاصيل هتكون في المجال. طيب اشرح لنا هو ايش هو تقريبا. فكرة انشاء نادي اجتماعي حلو للاجداد بالضبط، يعني وحضرتك تكمل بقى كيف حضرتك. لا الحين انت تدينا ملخص على الكلام اللي انا تكلمت كثير فيه. المهندس شريف كمل. فكرة النادي تقوم على المساهمة او المشاركة بالاسهم، ويكون المشاركة او الاشتراك في هذا النادي اما لمدة 5 سنوات وهي مدة محدودة او مدى الحياة. طيب ايش النادي؟ ايش ريزورت هو؟ ايش فيه؟ هو منتجع يقدم كافة الخدمات من أنشطة رياضية ومطاعم ومناطق للترفيه. ممكن مسابح. وأكيد يعني ترفيه. وممكن سينما. أنشطة رياضية السباحة. يعني في المكان اللي هو فيه الناس يقدروا يجوا غير الساكنين. أيوة، في ممشى يتمشوا فيه. حلو. للتريض. طيب ايش فكرة السكن؟ يعني كل 5 وحدات مع بعض كذا، يعني المؤسس له وحدة التاتش معها 4 وحدات، يعني عندنا 5 وحدات لكل مؤسس. كل مؤسس عنده 5 وحدات، وحدة له هيتملك وحدة له 4 للإيجار، و4 يقوم بإيجارهم إذا أراد. لا ما هو ده أراد، مش على كيف. 4 للاستثمار، يعني لو جاء أداها واحد من أهله استثمار مثلا. استثمار. تتأجر بكذا تتأجر بكذا، مثال هو عايز يرد الفلوس أهله يرده. تمام. طيب هو كم يأخذ من اللي جاء؟ 20%. يعني مثلا كان إيجار الوحدة 100,000 في السنة كان 100,000. نصيبه 20,000. هو 20,000 و80,000 تجلس للجميع في الصندوق. ما حد ياخذ فيه. يعني هو ساكن
ولو 20% هذه ما شاء الله فلوس جاته يقدر ياكل ويشرب يطلب الخدمه. طبعا الفكره انه المؤسسين لازم يكونوا فوق ال 60 تمام. الا اللي هم مثلا اصحاب هذا مثلا لو سوينا 100 وحده هاتوا في 500 الا المؤسسين الاوائل تمام. ممكن يكون عمرهم 40 50 احنا اللي هم ما يتعدوا 20 شخص تمام. هذا ملخص طبعا. احنا هذا التسجيل دائما على 10 دقائق هنعلنه في ما بيشترك جنس جنسيه ايش مهندس ايه وما بيشتركش فئات جنسيه. هذه في الاستمارات في المجله حنحط لكن ما فيش جنسيه ما فيش جنسيه لا 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 ممكن نسوي كوتا يعني مثلا احنا نبي نبيع 100 فندق نسوي 60 بالمصريين و40 للعرب تمام و20% لغير العرب نحن نحدد ما لان ما حننشئ طيب لو حددنا هذا الشيء مثلا المصريين عايزين اكثر نقول لا هذا ما اكثر الثانيين عايزين اكثر نقول لا بعد ما نحددنا هنجلس مع بعض نشوف الاصلح للمجتمع تمام. نحن اللي يعني كل المؤسسين اربعه نتشاور الاربعه تمام ناخذها من قبل لا ننزل الاستماره. طبعا نحن بننزل تمام استمارات بالتدريج يعني يعني لو كان 100 كل مره 25 يعني كل شهرين فين تمام. الاستمارات بالمجلة كويس. في شيء ثاني نضيفه؟ تمام لا كده تمام. يلا بكره ان شاء الله نكمل ان شاء الله ونبي نشوف المهام اللي اعطيناها يكون عندكم نتائج فيها تكتبوها خليك تصورها تكتب بخط يدك يعني سويت حوار مع الوالدة انت سويت حوار مع احد سألته ارسل لك هي مثلا المعلومات عشان لا تنساها تنقلها في الواتساب هنقول لي هي على ورقة الورقة دي ملف. طب ما تنساش بس تبثلنا الفيديو يا باشمهندس. خلاص دحين انا خلاص تسلم شكرا احطه بعدين اسوي في اليوتيوب كمان اوكي زي ما تحب ما في مشكله الا لا نخليه في اليوتيوب بس احتمال يعني اذا بدنا نوقف الصور نوقفها بس انا اللي احدد ها ماشي اوكي يلا اوكي تفضل يلا السلام عليكم. السلام عليكم.